هنشرب ازاي؟ المفروض انت معدتك دلوقتي صغرت، حجمها من 80 ل 120 مللي بالكتير قوي، يعني نص كوبايه دي حجم المعده كلها. خلاص؟ ودلوقتي لازم تتعود انك تشرب. هتشرب ازاي؟ بق بق، واحده واحده. هتاخد اول شفطه سيبها في بقك وبعدين تبلعها. ده اول بق تشربه بعد العمليه. ما فيش شكر، سكر ما في. ما فيش شكر، بنحاول نقلل السكر قد ما نقدر. انا مش من الناس اللي بتحب السكر الدايت، فرايي لو هتاخد سكر عادي حط كميه صغيره قوي. وفي ناس اصلا ممكن تاخد من غير سكر، عود نفسك باقل سكر ممكن. شفطه شفطه هتحس وهي نازله كده بالراحه وتريح. كوبايه تشرب على مدار ساعه او اتنين، ده العادي بتاعك في اول كوبايه بساعه بتشربها. احنا اتفقنا الكوبايه دي ضعف حجم معدتك، تمام؟ اوكي. ممكن تشرب بالمعلقه، ممكن تشرب بالبق كده، بس ممنوع الشفاط. ليه ممنوع الشفاط؟ الشفاط ليه ممنوع؟ لانه بيدخل هواء، ولو معدتك هي 80 مللي هندخل هواء يبقى مش هيبقى في مكان تشرب، فعشان كده بنمنع الشفاط خالص. هنشرب واحده واحده ونريح. اهم حاجه طول ما انت قاعد بتشرب، طول ما انت ماشي بتشرب. دايما بنصح لو حد بعد ما نخرج من المستشفى على طول في شنطتك ازازه ميه، على طول جنبك ازازه عصير، دايما بتشرب. انت زي ما انت شايف هيبقى مطلوب منك تشرب 8 كوبايات في اليوم. 8 كوبايات في اليوم لو كل كوبايه تاخد ساعتين يعني 16 ساعه. 8 ساعات نوم ادي 24 ساعه اليوم خلص. خلاص عشان كده بنتكلم في اول كام يوم واحده واحده. انت عندك اسئله؟ لا والله، بس الحمد لله. يعني ايه احساسك بعد العمليه؟ والله غير بشر، غير انسان. حاسس غير انسان، يعني حسيت روحي خفيف.